وبنهاية صباحنا اليوم رح نروح لعالم الرسم، عالم الريشة والألوان والذاكرة الفلسطينية، فلسطين القضية الثابتة الوطنية اللي عايشة بذاكرتنا، عايشة بوجداننا وعايشة بذاكرة الفنان التشكيلي محمد الركوعي. اليوم الفنان محمد هو أسير محرر 13 سنة بالمعتقل، كانت كافية لتعمل عنده ذاكرة مليئة بالأعمال الوحشية والأعمال الإرهابية، ولكن كانت أيضا محفزة ليرسم هو داخل المعتقل. وخبرنا قبل هالمرة هايدي أنه كان يخبي لوحاته كرمال يحافظ عليها، وكان يهتم جدا بالمرأة اللي تمثل القضية الفلسطينية ضمن اللوحة، والطفل ومعاني التضحية أكيد والشهادة. أكيد يا رشا، الفن التشكيلي اليوم لعب بشكل كتير كبير بالتأثير وإيصال فكرة القضية الفلسطينية للمجتمعات العربية وحتى الغربية. واليوم ضيفنا فنان تشكيلي مميز قدر من خلال لوحاته يوثق ذاكرة وتراث الشعب الفلسطيني. رح نعرف أكثر عن لوحاته ومشاركاته والعديد من أعماله. بيسعدنا أنه يكون ضيفنا لليوم الأستاذ محمد الركوعي. أهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا. أهلا وسهلا، صباح الخير. اهلا وسهلا استاذ محمد، مبسوطين بحضورك معنا اليوم وفخورين أكيد. بسنوات الاعتقال اللي كنت حضرتك من خلالها عم تجسد المقاوم، عم تجسد الاسير الفنان التشكيلي اللي بامكانيات كثير صغيره كان عم يرسم ويخبي لوحاته بالمخده. صح. ما خبرتنا، يعني خبرنا اليوم قد ايه كان في هي الفتره كانت محفزه لك لحتى ترسم. أول شيء أنت قدمت أنه أنا قضيت 13 سنة بالمعتقل. أنا قضيت 13 سنة من 372، أنا محكوم 372 سنة نتيجة عمليات فدائية. كنت بقود مجموعات في مخيم الشاطئ اللي الآن محاصر من قبل العدوان والقوات الإسرائيلية. نعم. فقضيت من المؤبد حكم مدى الحياة 72 سنة كان حكمك؟ 372 سنة المجموع. أوكي. قضيت 13 سنة، بعدين تمت عملية تبادل أسرى ب 20/5/85 1985، خرجنا من المعتقل الحمد لله. الفترة اللي قضيتها بالمعتقل ما راحت هدر أو راحت سدى. أنا أول ما انحكمت مدى الحياة نقلت إلى من غزة، من سجن غزة المركزي إلى عسقلان، فوجدت أبعدوني شهرين بالزنزانة، القيادات يأخذوها يعاقبوها إنه ما بتشوف الناس ثلاث شهور. ثلاث شهور ما شفت حدا. بعدين أول ما دخلت المعتقل، يعني أنا فنان ومدرس فنون كنت ومش عارف شو بدي أسوي بالمعتقل، ما عندي مخطط معين. لكن آخر يوم بالعزل أول ما انحكمت عزلوني بالزنازين، وبعدين بدهم يدخلوني على المعتقل. فدخلني الشرطة، اجوا مجموعة من الشرطة، حسيت حالي طرزان أنا، يعني عشرات حوالي قادوني إلى مدير السجن. نعم. وهذه قصة يعني لأول مرة بحكيها. فوقفت أمامه، صار بدي أعمل تحدي معه قدام الملف تبعه، صورتي واسمي. سألني عن اسمي فما بدي ارد، قلت له اسمي قدامك ما موجود. فترجموا له بالعبري، انجن. قالوا لا بدي اسمك، قلت له لا اسمي قدامك. المهم تجاهلوا الموضوع. قالوا لي في السجن في قسم بيشتغل وقسم يعني قاعد بالغرف عاطل عن العمل، تشتغل؟ قلت له شو الشغل؟ قال لي مكاوي وكهربائيات وتجميع. قلت له بس بدي أسأل أنا قديش بدي أنتج باليوم حتى أنا أعطيك ثمن صاروخ تضربه بعين حلوة. يا الله. فأنا مش راح أشتغل. فقال له مدفشوا برا وطلعوني برا. عززانا شوية. تاني يوم دخلت السجن وجدت كل المعتقلين معهم كتب بيقرأوا، رحبوا فيي. وشي اعطاني، قالوا لي انت سمعنا انك رسام، نزل اسمي بالصحف العبريه انه انا عامل عمليات ومحكوم مؤبد وفنان. فبلشوا يجمعوا لي بعض القطع الصغيره، وهذه ما بنساها طول حياتي، انه ساعدوني يعني بعض الاشياء.
قعدت شفت الجميع بقرأ، سألت قالوا في مكتبة، نزلت على المكتبة صرت أقرأ، وبعدين فكرت بأنه أنا أرسم. بداية الرسم كان بشوف أنا المعتقلين عفواً لما ببعثوا لأهليهم رسائل برسموا وردة أو عصفور أو حمامة، فقالوا لي أنت رسام ارسم لنا. فمن هان بدأت الفكرة الرسم إعادة، أعطوني الألوان هذا عشان هيك، لكن أنا رسمت شيء ثاني. بدأت أرسم فن بيعبر عن واقع السجن وصمودنا. حلو. امبارح على الفيس بتطلع بالفيس طلعت لي صورة لمرأة فلسطينية، فلسطين طالعة من وردة، نزلت على الفيس وبيوم المرأة العالمي. أنت مرسمها؟ خرجتها من السجن تهريب وطلعت لبيروت، وهناك طبعت بمناسبة يوم المرأة العالمي. قبل يومين نزلت على صفحتي، كتير إجاني إعجابات فيها وشي. فبدأت من هان أنه أنا أنتقل من الفن العادي لأرسم فن سياسي، لأنه هلأ واضح أنه أنا كنت مقاوم وبدي أرسم. تمام. أستاذ محمد، دايما منقول أنه الفنان التشكيلي الفلسطيني هو اليوم هدف للاحتلال الصهيوني، اليوم من خلال لوحاته ومن خلال أعماله بنعرف نسمع كثير عن فنانين فلسطينيين تم قمعهم، تم مصادرة لوحاتهم. اليوم أنت خبرنا أكثر قدي الذاكرة الفلسطينية فعلا موجودة ومستمرة ضمن لوحاتك، حتى عم نتابع على الشاشة العديد من أعمال حضرتك. طبعا هو الفن والأدب أي شعب بالعالم فيه له فنون وفيه له أداب أفون هي الباقية. فالفن طبعا سيحارب، قتلوا ناجي العلي. طب ناجي العلي هو حامل بندقية كان بحارب بالسياسة بقلمه، ففي الآن بالحرب الحالية يعني قتل بيجي 4 أو 3 فنانين، واحد على الأكسجين مش قادر يلاقي علاج، بنت سجلت مع عائلتها نسيت اسمها، فنانة معروفة يعني. والفن إسرائيل بتتبع كل إشي ثقافي أو فني. فأنا بالسجن صادروا لي أعمالي، دخلوا تفتيش رموا المخدة، لقوا شيء بلمع بالمخدة، لمعت الألوان هيك شرطة شاب، حجزوا لي 14 لوحة من الجرابات، مخبين بجرابات بجيوبي، لأن أنا برسم على قماش عادي كنت. ففتشوا طلعوا 14 لوحة، كل لوحة فتشوا كل شيء، فتحوا الفرشة تبعتي كل شيء، وصرت أنا مستهدف إنه أنا كل أعمالي لازم ما أرسم. وبعدين استدعوني لضابط الأمن، هددني قال لي إذا بترسم سياسي إحنا راح ندخلك الزنزانة. قلت له أنا ما مش جاي يعني، أنا مش محبوس بالسجن، أنا معتقل حرامي أو شيء، أنا سياسي وأنتوا بتقولوا دورة ديمقراطية، اسمحوا بالتعبير، أنتوا ما بتسمحوا بالتعبير. قال ممنوع الرسم البعايوت، بعايوت بالعبري أعتقد كلمة سياسة. ما رديت عليه أنا، استمريت بس غيرت الأساليب حتى أهرب أعمالي. فكنت مستهدف داخل السجن، دائما اراقب من قبل الشرطي وين ايش بسوي، دائما اقول له شو بسوي، اطلع له الجريده، انا برسم على قطعه خشب تحتيها جريده، بسحب له الجريده قلت له بقرا بالجريده، برجع وبطلع المحرمه. المهم صرت اهرب لوحاتي، وهربت لوحاتي، وهذه قصه معقده كيف اهرب لوحاتي من السجن تحت اعين الشرطه. عرفت اني اهرب وهربت كثير، هربت يمكن بيجي 200 لوحه موجود عندي جزء منها. انعمل معرض بال 1974 في المركز الثقافي السوفيتي كان اسمه بدمشق، وانا بالسجن وجت مقاله طويله عن المعرض اللي اقمته بالمعتقل. فالفن يتابع يحارب، الفن الفلسطيني لم يتنازل عن حقوقه، احنا بنطالب فلسطين كلها. بعد 7 أكتوبر تغيرت الأوضاع بكل العالم، ممكن هزيمة العدو. نعم. وبالفن أنا برسم الآن تحت عنوان الصاعدون للسماء، عشرات الشهداء من الأطفال والنساء والعجائز قتلوا، لكن شعبنا
صح بالصعد إلى السماء هذا العنوان اللوحات، لكن هو متجذر بالأرض وباقي، مهما قتلوا باقي في الأرض. إن شاء الله بالنصر والتحرير الكامل. اليوم القضية هي قضيتنا واحدة ومشاعرنا واحدة، أكيد اليوم القضية الفلسطينية عاشت كبرنا عليها وهي حلم. اليوم إن شاء الله هذا طوفان الأقصى يكون طوفان للتحرير الكامل لفلسطين الحبيبة إن شاء الله. اليوم أستاذ محمد، أي حدا بيتابع أعمالك بيشعر بغزارة الإنتاج عند حضرتك اليوم، خلينا ندخل من خلالك لمرسمك، نحكي تفاصيل أكثر عن هذا المرسم وكمية الإنتاج لك. أنا يعني بعد الأسر يعني كل الأسرى أعطوهم رتب عسكرية فأنا يعني متقاعد، ما عندي عمل، ما في شغل إلا أني أروح كل يوم على المرسم. يعني بعد التقاعد بدأت بعمل جديد اللي هو الاستمرار بالفن والرسم يوميا. أنا الآن بعد المقابلة، بعد هذا اللقاء، أنا طالع على المرسم يوميا، لازم أرسم لأنه هذه حياتي هي الرسم. وغزارة الإنتاج نتيجة أني أنا برسم يوميا، ما عندي شغل. إذا بنلاحظ يعني إذا فنان مدرس أو عامل بأي، بروح بعد الظهر بده يتغدى، بده يتمدى، بده بيصير الدنيا ليل، وين يرسم؟ فالفنان بده يكون هو متفرغ. فأنا ظروفي ساعدتني بالتفرغ. كنت عامل مركز الجليل للفنون والتراث الفلسطيني، وهذا يعني نجح، كان فكرة ناجحة جدا. أولادي سلمت لأولادي، الآن أنا متفرغ فقط للرسم يوميا برسم. كم ولد عند حضرتك؟ ركبت، احنا ما عندنا كهرباء بسوريا بسبب الحرب واللي صار علينا، بس احنا ركبنا طاقة وصرت ارسم بالليل بالبيت، برسم الصبح بطلع مرسمي برسم. فهذا نتيجة انه في عندي غزارة انتاج ومركز على عنوان الصعدون الى السماء. هذا العنوان البارز لانه شعبنا بيستشهد شهداء وشعبنا بيقدم تضحيات. صحيح. وسينال بالنهايه الحريه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله يا رب. استاذ محمد خبي، حابين نعرف من حضرتك اليوم قد ايه مهم الفنان التشكيلي شارك بالعديد من المعارض اليوم لحتى يورجي الناس عن شغله، عن لوحاته المميزه، خبرنا اكثر عن مشاركاتك. والله انا يعني بعد قبل الحرب كان لي معرض، قبل 7 اكتوبر كان لي معرض بالمركز الثقافي ابو رمانه. حلو. وإذ تبدأ الحرب أثناء المعرض، ففكرت بعمل ملتقيات، عملت ملتقيين، جمعت حوالي 20 فنان وفنانة، وكمان ملتقى آخر 20 فنان وفنانة، رسمنا لوحة كبيرة جدارية دخلناها إلى المخيم، بعدين عملنا جداريتين برعاية سفارة فلسطين بدمشق، وعملنا معرض كبير بالرواق العربي بصالة لؤي كيالي، وكانت الصحافة السورية يعني غطت والعربية هذا العمل. فالفن الآن كل الفنانين احنا بسوريا بالوطن العربي بفلسطين، في رائد، في فنان اسمه رائد برسم بالخيمة الآن، بشوفه كل كم من يوم بنزل عن الخيمة. فالفن الفلسطيني يتابع الأحداث، بيمشي بطريق النصر، يوثق. احنا يعني في امل كبير بعد الاحداث. صح انه قتل العشرات ومئات والاف الشهداء، لكن الامل عم بيكبر لانه هنا المقاومه، مقاومه بالفن، مقاومه بالادب، مقاومه بالسلاح، مقاومه بالسجون الاسرائيليه اللي تعبت معتقلين. امبارح شفت مناظر مزعجة لأرجل المعتقلين المتورمة المتفحمة، وقتلت سجينة امبارح كانت بالمعتقل، خرجت وبترت ساقيها، وامبارح كان جنازتها. الله يرحمها. احنا كل الشعب الفلسطيني بكل فئاته بفنه بثقافته برجاله وبنساء بقاومه من أجل إزالة هذا الاحتلال، آخر احتلال بالعالم إن شاء الله. أستاذ محمد، اليوم قد إيه عندك حلم خاص فيك كفنان تشكيلي فلسطيني، وأيضا حلم كل الفنانين وحلمنا نحن اليوم كعرب برسم لوحة النصر؟
والله يعني الحلم كان بعيد بعد ما يحدث الآن بفلسطين المستمر، الحلم اقترب. فالحلم إنه يجمع كل الفنانين العرب من سوريا من العراق من فلسطين ونرسم الجدارية بالقدس. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله أكيد يا رب نحقق هيدا الحلم، هو فعلا حلم كل الناس. اليوم خبرنا مشاركاتك القادمة، شو الجديد يلي محضره؟ مشاركات القادمة، شو محضر جديد؟ لوحات؟ والله أنا بحضر، مع أنه يوميا بترسم. الآن إلنا نشاط بالعراق بعد أيام، ثم سأعود عندي معرض بالمركز الثقافي الروسي بدمشق بشهر 11، فبحضر له الآن، يكون معرض مميز، معرض يضم الفن الفلسطيني كفن وكسياسة أيضا. نعم. لأنه قلنا طموحات، لازم الفن دائما يرتبط بالقضية وبالأمال وبالأحلام. قلنا أحلام إحنا، فبرسوماتي وبلوحاتي رح أرسم أحلام إن شاء الله يا رب. أستاذ محمد، كنت عم بسألك، قلت لي أولادي اليوم هنن استلموا المركز. أولادك استلموا المركز، دي عندك أولاد اليوم أو أعمارهم؟ يعني عندي بنت بالربوة، بنت بألمانيا ما شاء الله بدها تصير معلمة، أخذت الأول على الألمان. هي بترسم شوية. اللي ابن بألمانيا كمان أخذ هندسة إلكترونية. اللي أولاد اثنين الآن هم المسكين المركز، واحد 25 وواحد 35. عندهم المركز. نفس النهج؟ مشوا على نهج أبوهم برسم التشكيلي؟ بيشتغلوا بينتجوا بلونوا أنا بإشراف يعني. نعم. أنا راضي عن الإنتاج، والآن هذا الإنتاج التراثي الفلسطيني المطلوب الآن يعني من كل العالم بيجوا لحد المركز تبعنا. بالزاهرة موجود. نعم. عباب المخيم، لأنه المخيم فارغ ما زال شوية شوية عم بينمو السكان فيه، فاحنا عباب المخيم. فالفكرة كانت جميلة مني، انه انا كنت بدون عمل انتجت هذا الفكرة، نجحت كتير والان احنا مستمرين فيها ان شاء الله. تمام. الله يخلي لك اولادك. استاذ محمد، نعرف عندك مرسم، بتعلم اليوم اطفال او شباب اليوم مهتمين بالفن التشكيلي؟ عندك هي الرغبة والفكرة؟ بالنسبة لمرحلتي أنا الآن، أنا يعني ممكن أفيد الفنانين. وأنا بدعم الفنانين اللي هم مبتدئين شباب عم بيعلموا الأطفال في كل مكان. حلو. صار كل فنان يمكن عملت لقاءات وشفت لقاءات على التلفزيون لهم كيف بيعلموا الأطفال، فهذه مرحلة تعليم الأطفال غير تعليم وتوجيه الفنانين. يعني أنا مرسمي بتوجه إلى الفنانين، يعني يأخذوا دروس من الفنانين الأكبر منهم. فإحنا بنعطي رسالة، الرسائل بتختلف من الأطفال بين الفنان. أنا الآن فنان محترف بأنتج لوحة، بأفيد الفنان اللي ممكن هو يصل لمرحلتي وينتج اللوحة الفلسطينية اللي هي ستبقى إن شاء الله. هم قادمين جدد وسنبقى نحن، لأنه إحنا قبلهم وسنبقى بعدهم، فلوحاتنا راح تكون تأرخ لهذه المرحلة التاريخية اللي إحنا بنعيشها إن شاء الله. أستاذ محمد، يتحقق حلم الجميع، الحلم العربي اليوم، وترسم اللوحة النصر داخل القدس. بدنا نتشكر حضورك لليوم، نتمنى لك الصحة والسلامة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. شكرا لك أستاذ محمد الركوعي، كنت موجود معنا بصباحنا غير لليوم. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. وشكرا على اللقاء. أهلا وسهلا.